السلام عليكم. محمد أمين بكار، أصغر علام، أصغر العلام في جهة مراكش آسفي. بديت الركوب من اللي عندي 7 سنين، أنا عندي ود 2009، بديت الركوب من اللي عندي 7 سنين. تعرفت على هادشي ديال الخيل، كنت أولا كنت نقفز على الحواجز، ومن اللي مشيت لحد الموسم مشيت لمولاي عبد الله تبهرت بهادشي ديال الخيل وتعجبت بيه وبغيت نركب. شريت عود وتعلمت الركوب ديال الخيل، وهي راه هواية زوينة وفيها كل الاستمتاع والمنافسة وكل شيء. وكنتمنى من كاع الدراري اللي بحالي انهم يجوا لهاد البلياد، حتى هي بلياد زوينة وكتعلم الشجاعة، وحنايا مشاركين في هاد المباراة باش نبينوا اننا حنايا راه كاينين في هاد الجهة، وباش نشجعوا حتى الوليدات اللي يتفرجوا فينا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.